تخيل كده ان يجي لك حاله من الاكتئاب والاضطرابات والاحساس الشديد قوي بالضيق وانت بتزور مدينه احلامك، المكان اللي قعدت سنين نفسك تزوره وتروح. الحكايه دي مش سوء حظ ولا حاجه، دي اعراض حاله نفسيه اسمها متلازمه باريس. يقولوا كده انها اكتشفوا اطباء النفس انها بتصيب الناس اللي بيزوروا باريس بسبب انهم شافوا واقع غير اللي تروج لهم واللي تخيلوه، ومن هنا سموا المرض ده باسم متلازمة باريس. والسؤال هو متلازمة باريس دي ممكن تحصل لنا في أماكن تانية ولما بنتعرض لخدمات تانية؟ خليك معانا. مرحب في شغل عالي. واحنا بنتكلم عن حالة كده بتصيب الناس اللي بتسافر في بعض البلاد، وتحديدا واحنا بنتكلم عن متلازمة باريس. وبالمناسبة ممكن يكون غريب شوية اني اقول لك انها حالة من الاعراض الحادة جدا للاكتئاب والضيق، بس دور ورايا هتتأكد كده انها مش بس حالة، دي مرض شائع كمان، ناتج عن انه الناس اتسوقت لها صورة عظيمة جدا عن مكان، ولما وصلوا المكان ده أحبطوا بسبب الواقع اللي شافوه. الصورة بقى اللي اتسوقت دي والرؤية الكبيرة اللي احنا شفناها عن المكان اسمها الصورة الذهنية. الصورة الذهنية دي بالمناسبة حاجة ممكن الدول تصرف مليارات عشان توصل لها، بس عشان تروج لعلامة تجارية معروفة إنها مرتبطة بالبلد دي، أو تصرف مليارات تانية عشان تروج لحدث دولي مهم أو مجموعة من الأحداث ترسخ صورة ذهنية عن البلد دي. هي بلا شك مكسب عظيم جدا جدا، لأنه تقدر تقول إن أنا بصرف على حاجة اسمها الترويج المباشر للدولة. وأنا قبل ما أتكلم كتير في الصورة الذهنية خليني أسألك، وأنا متهيألي ممكن قوي نبقى كلنا عندنا صور ذهنية عن بلاد حتى ولو ما زورناهاش، مش كده؟ يعني أي حد بتقول قدامه الأهرامات بيفتكر إيه؟ السور العظيم الكبير ده بتفتكر ايه؟ طبعا انتوا فاكرينه عشان هنادي. تاج محل الهند، صح؟ طب حد فاكر حاجه او صوره ذهنيه عن اي دوله من الدول الافريقيه؟ بالمناسبه الدول الافريقيه حلوه قوي. كينيا مثلا هيجي في بالك ايه؟ فيلا، صح؟ فعشان كده الصوره الذهنيه أو الكونتري إيمج هي الحاجة اللي هتفتكرها فوراً أول ما يتقال اسمك أو اسم البلد دي قدامك. في حاجة بقى تانية برضو مهم جداً إنها تترسخ في ذهن الناس اسمها الكونتري أوف أوريجن أو بلد المنشأ. هنجرب برضو ونشوف إحنا نعرف بلد المنشأ. لو قلنا بن بنفتكر إيه؟ طب لو قلنا قطن بنفتكر إيه؟ مش كده؟ ألمانيا بنفتكر إيه؟ مصانع ومكان، صح؟ دي اسمها بلد المنشأ. والبلد المنشأ دي كمان حاجة عظيمة جدا، ثروة انه يبقى حد فاكر او رابط اسم البلد بتاعتك بمنتج هي بتقدمه. عشان كده احنا في مصر لما نيجي نقول هنركز على الـ COO او الـ Country of Origin يبقى نزرع قطن ونصدر قطن، مش كده؟ فالبلد تفكر في الحكاية دي عشان دي ضمن التسويق والترويج للسياحة بتاعتي. في حاجة أخيرة بقى اسمها الكونتري إيكويتي أو مساهمة الدولة. يعني إيه مساهمة الدولة؟ هقول لكم. يعني محمد صلاح بيعمل إيه؟ بيلعب كورة، بس دايماً يقولوا إيه؟ The Egyptian King أو البطل المصري. فمحمد صلاح ده لوحده بيروج لصورة عن مصر أو مساهمة مصر في الرياضة. دكتور مجدي يعقوب بيروج لمساهمة مصر في عالم الطب. انتوا متخيلين قد ايه العظمة؟ يعني كل واحد فينا ممكن يبقى جزء من انه يعمل صورة ذهنية. الميراث الأدبي، يعني نجيب محفوظ بيروج لسمعة مصر عن الأدب، وهكذا. فدي اسمها مشاركة الدولة أو الكونتري إيكويتي، مشاركة الدولة. كل الكلام ده يبان لطيف، يعني احنا من غير ما نبقى بنتفزلك يعني في المسميات دي موجودة، بس التلات حاجات دول الكونتري إيمج
والكونتري اوف اوريجن والكونتري ايكويتي، الثلاثه دول مع بعض بيخلوا الشخص اللي جاي يزور البلد ماله بقى منبهر بقى طاير في السماء. فاكرين بقى متلازمه باريس اللي قلنا عليها؟ لو حصل بقى معاه انه شاف اي حاجه عكس الصوره اللي رسمها ممكن جدا يجيله احباط. اي سائح معرض يحصل له ده، وزي ما قلنا باريس واحده من اهم بلاد العالم في السياحه، صح كده؟ لكن لسه بيحصل الناس بيجي لهم احباط شديد لما يزوروها، لان كانوا متخيلين احلى حاجه احلى من كده بكتير. انا دايما بحب اقول انه عشان نكمل المنظومه دي مش بس في السياحه، أو عشان نكمل إن إحنا عملنا صورة ذهنية عظيمة، لازم ننزل بقى على الأرض لحاجة تانية اسمها خبرة المستخدم. المستخدم هو الشخص اللي لما يجي لك البلد هيتعامل معاك من أول باب المطار أول ما يدخل لحد باب الطيارة وهو راجع تاني. هيقابل مين؟ مين هيضحك في وشه؟ مين هيكشر في وشه؟ مين هينصب عليه؟ مين هيعامله كويس ومين هيعامله وحش؟ كل الحاجات دي بتضحكوا ليه؟ كلنا متعرضين للحاجات دي، مش كده؟ خبرة المستخدم دي كلمة بالأكتر بيستخدموها الناس اللي بتطور تطبيقات أو مطوري الأبليكيشنز، يقولوا كده إن أنا بعد ما أعمل التطبيق بروح في مرحلة تانية أشوف ردود فعل الناس عنه. عشان كده مهما كانت الصورة الذهنية عن بلد عظيمة وحلوة وكبيرة وإحنا جامدين قوي، أهم حاجة والمقياس هي خبرة المستخدم. مستحيل حد بقى يعمل فيها جدع ويقول ان انا الصوره الذهنيه عني ممتازه جدا لازم كل الناس تجيلي. الناس ما بتجيش ليه؟ بتفضل خبره المستخدم والتعامل في التفاصيل الصغيره هي المكسب الحقيقي الفيصل في كل حاجه تخص مش بس السياحه بصراحه، الخدمات، اي حاجه تشبه الخدمات هي خبره المستخدم. خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عالي. كان في فنادق ببلاش في كل الحضارات القديمة لخدمة المسافرين وعابري السبيل، ويمكن لولا توفر الخدمة دي ما كانش حصل تواصل تجاري وبعثات علمية بين الشعوب والحضارات. بس الفندق وقتها كان مفهومه غير اللي احنا عارفينه دلوقتي. على سبيل المثال، في الألفية الثالثة قبل الميلاد كان النشاط التجاري بين مصر وبلاد الرافدين مزدهر، وعلشان التجار ما يموتوش من العطش خلال رحلتهم ساكنوا الصحراء وقتها كانوا بيولعوا شعلات نار لإرشاد المسافرين لأقرب استراحة ممكن يروحوا ليها ويلاقوا الأكل والشرب ومكان يناموا فيه لو عايزين، وكل ده ببلاش. الأديرة في العصور الوسطى كانت بتفتح أبوابها وتوفر نفس الخدمة للمسافرين والفقراء. وفي العهد المملوكي كان في نموذج اسمه الخنقة، ودي كلمة فارسي معناها البيت، وهو عبارة عن مكان للتعليم والتثقيف الديني للفقراء وأبناء السبيل إلى جانب توفير الأكل واللبس والمبيت. وفي العصر العثماني بقى اسمها التكية، فندق ببلاش بمعنى الكلمة، أكل ومبيت وكمان رعاية طبية لو محتاج. الفندق في زماننا الحالي صناعة كبيرة بتدعم السياحة والترفيه والأنشطة الرياضية وكمان المؤتمرات، هي نقطة البداية لأي سائح عايز يتعرف على البلد من أول المطبخ والأكلات المميزة لحد أماكن الترفيه والشوبينج. النجاح الحقيقي لأي فندق لما يحسس النزلاء إنهم مرتاحين ومبسوطين كأنهم في البيت. شغل عالي شغل عالي. زي ما سمعنا حالا، خبرة الإقامة الفندقية هي خبرة لذيذة جدا ولازم تفضل حلوة بكل تفاصيلها. طبعا لسه بينقصنا كتير قوي من ثقافة إننا نبقى موجودين في الأماكن دي ونتعامل فيها إزاي، الجزء بقى اللي يخصنا إحنا كمستخدمين، لكن هي في حد ذاتها صناعة، وصناعة كبيرة جدا وبيعتمد عليها يعني ذراع كبير جدا في السياحة. هنروح دلوقتي حالا نقابل حد من كبارات مهنة السياحة.